ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج تأمين. ماذا تعرف عن مهام وسيط التأمين؟ وهل باستطاعته إيجاد الحلول لتساؤلاتك حول بوليصة التأمين؟ ماذا سيوفر عليك اللجوء لوسيط تأمين من الدخول في متاهات شركات التأمين؟ نجيب على كل ذلك في حلقة هذا الأسبوع والمتعلقة بمهنة وساطة التأمين. لكن قبل ذلك دعونا نبدأ كالعادة بجولة مع أخبار التأمين لهذا الأسبوع. استأنفت شركة التأمين البحري الرئيس الخاصة في اليابان التغطية العادية لناقلات النفط الإيراني بالتزامن مع تعليق الاتحاد الأوروبي بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران. وذكر مسؤول ياباني أن نادي الحماية والتعويض الدولي استأنف تغطية عادية بقيمة 7 مليارات و600 مليون دولار للناقلة الواحدة، منها 1 مليار دولار للتأمين من أخطار تسرب النفط، وذلك مع توافر إعادة التأمين في شركات الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى منذ منتصف عام 2012. يواجه سائقو الأجرة الأفراد في السعودية معوقات إجرائية أدت إلى توقف كثير منهم عن العمل بعد رفض شركات الضمان التأمين على سياراتهم بسبب المخاطر العالية لسيارات الأفراد كما تقول هذه الشركات. وتوافق شركة تأمين واحدة فقط على تغطية سيارات التاكسي التابعة للأفراد، إلا أنها رفعت سعر البوليصة من 700 إلى 2000 ريال. يذكر أن أكثر من 70,000 سيارة أجرة تابعة لأفراد في السعودية موزعة بين الرياض وجدة، عدا عن تلك العاملة في المناطق والمحافظات السعودية الأخرى. البعض يصفه بحامي حقوق العملاء ومستشارهم في شؤون التأمين وفي تصميم الوثائق والتغطيات التي يحتاجونها فعلاً. بعض الخبراء يعتبرون وسيط التأمين كالمحامي أو الطبيب أو المهندس الذي يقوم بتقديم الاستشارة المهنية المحايدة بشكل مستقل عن أي تأثير لشركة التأمين. لكن هل هذا هو الدور الذي يلعبه وسيط التأمين عمليا خصوصا في عالمنا العربي؟ أترك الجواب للتقرير. يفضل الكثيرون من أصحاب الخبرة مع سوق التأمين التعامل معه بدلا من اللجوء مباشرة لشركات التأمين. إنه وسيط التأمين الذي يوصف بأنه محامي العملاء، فهو يسعى دائما للحصول على أفضل مصلحة لعميله وتقديم الاستشارة التأمينية الصحيحة له والتي تكون مستقلة عن أي تأثير لشركة التأمين، مرتكزا على سنوات من الخبرة والتعليم والتدريب المستمر. وسيط التأمين مش دوره بس إن هو هيصمم الوثيقة ويشوف الأخطار المتعرض لها العميل، لا، ده لا قدر الله لو حصل عنده مشكلة محتاج تعويض، سواء تعويضات حريق، سواء تعويضات السيارات، سواء جميع أنواع التأمين، هنا الوسيط دوره كمان إن هو يخدم العميل بعد عملية الإصدار. يعني لو حصل له تعويض المفروض إن هو أول ما بيتصل بي، أنا بقوم بعملية الإجراءات وإبلاغ شركة التأمين والتنسيق مع العميل على عمليات المعاينة وتسوية الخسائر بيبقى لها خبراءها طبعا، بس إحنا بنبقى مع العملاء في ترتيبات الأوراق والمستندات الخاصة بالتعويض. ويؤكد خبراء التأمين على أهمية العمل نحو تعديل التشريعات في المنطقة العربية للتوسع في تحويل وسطاء التأمين إلى شخصيات اعتبارية ومؤسسات، لما لهذه الخطوة من أهمية في الحفاظ على حقوق المتعاملين مع وسطاء التأمين، وذلك على غرار القانون الذي وضع في مصر عام 2008 وأسهم في جذب استثمارات أجنبية لمصر في مجال الوساطة التأمينية، حتى وصل عدد الشركات العاملة في هذا المجال إلى حدود 40 شركة في سوق التأمين المصري. الموضوع الأفراد ده ابتدى من بكل البلدان موجود، بس فكرة الفرد انه ده فرد ممكن يسافر ممكن يمشي، فاللي عنده شغل مع الفرد ده بيحس انه فقد المتابعة، فالشركات اجت وعملت نوع منه في كيان موجود، هالكيان في عنده رأس مال مسجل بالهيئة، تقدر في كيان قانوني موجود بغض النظر عن الشخص اللي باع الوثيقة ولا لا، هو الشركة موجودة. ويعاني وسيط التأمين في المنطقة العربية كغيره من الشركات العاملة في قطاع التأمين من ضعف الوعي بأهمية التأمين، وهو ما يفسر تراجع أعداد المتعاملين في هذا القطاع الحيوي في المنطقة العربية مقارنة مع غيرها من الدول المتقدمة في هذا المجال. عبد الرحمن البسيوني، CNBC عربية، القاهرة. نتحدث أكثر حول وسيط التأمين ودوره مع ضيفي في استوديو البرنامج السيد جورج قبان، الرئيس التنفيذي لشركة UIB لوساطة التأمين في مركز دبي العالمي
المالي. أهلا ومرحبا بك معنا سيد جورج. أهلا فيك رنا. بالبداية ممكن نعرف بمهام وسيط التأمين بشكل عام، تعرفنا عليها بالتقرير، لكن هل ممكن للعميل أنه يتوجه مباشرة لشركة التأمين ويسألهم عن البوليصة أم بتفضل أنه يرجع لوسيط التأمين؟ هلا من حيث المبدأ ضروري نعرف ما هو وسيط التأمين، وأنه نعرف أنه في عدة أنواع من وسطاء التأمين. في وسطاء ما يسمى بوسطاء التأمين المباشر أو وسطاء إعادة التأمين. إذا ركزنا بالوقت الآن على الوسيط المباشر أو Direct Insurance Broker، اللي هو يعتبر بطريقة أو أخرى مثل المحامي عن حقوق العميل، هل نوع من وسطاء التأمين يختلف دورهم من سوق إلى آخر. بالسوق البريطاني على سبيل المثال، لو أراد شخص أنه يستحوذ على وثيقة التأمين من سوق لويدز، الوسيلة الوحيدة اللي ممكن أنه يوصل للويدز هو عبر وسيط معتمد لدى لويدز. UIB على سبيل المثال هو وسيط معتمد لدى سوق لويدز. ففي عدة أنواع من الوسطاء وبالمستويات والكفاءات، من الوسطاء العالميين إلى وسطاء محليين، وطبعا في تباين بنسبة كفاءاتهم. بيختلف إذا كان العميل مؤسسة كبيرة أو شركة كبيرة وبتلجأ لوسيط تأمين لحتى يحللها كل المشاكل المتعلقة بطريقة التأمين أو ماذا يرغبون في التأمين، وبين فرد أو عميل فرد، بإيش بيختلف بالنسبة للرسوم أو بالنسبة لوظيفته كمستشار لما يتحدث مع فرد أو كعميل أو على شركة كبيرة ومستوى كبير؟ هلأ من حيث المبدأ، كلفة التأمين إن كانت عن طريق وسيط أو حتى لو افترضنا أنه بطريقة أو أخرى كان في وثيقة التأمين تم إبرامها مباشرة بين العميل وشركة التأمين، بالرغم من أنه طبعا أنا هذا شيء لا أحبذ فيه لأسباب رح نتحدث فيها أكيد، لكن من حيث المبدأ الكلفة هي حتكون نفسها، ما مفروض أنه يكون في كلفة إضافية. السؤال هذه المرة إذا ما كان اللجوء إلى وسيط التأمين من أجل الحصول على طريقة مبسطة لبوليصة التأمين، هل يخفي وراءه بعض من الخفايا؟ بمعنى أنه ممكن يكون وسيط التأمين على علاقة مباشرة بالشركة ويكون يتقاضى من شركة معينة، لذلك ترغب الشركة تقول له أوجد لي صيغة معينة برسوم معينة، لا أريد أن أتيح لي دعنا نقول العامل عندي أو الموظف لدي يعني شريحة قوية جدا. كيف يتم التعاون؟ هل ممكن أكون لي علاقة أنا كموظف أو كعميل مباشرة مع وسيط التأمين أم أنه حسم الأمر؟ الموضوع يختلف من سوق إلى آخر. بالأسواق المنظمة واللي فيها هيئات رقابة وإشراف ومهنة الوساطة فيها يعني مخضرمة وفي نسبة مطلوبة من الكفاءات، لازم تكون العلاقة ما بين العميل والوسيط وشركة التأمين علاقة بمنتهى الشفافية وخاضع على مبدأ ما يسمى بالإنجليزي principle of utmost good faith. مبدأ أنا كعميل يجب أن أتواجد مع وسيط التأمين على سبيل المثال، ماذا يجب أن يوضح لي وسيط التأمين قبل اللجوء إلى البوليصة حتى أكون بمأمن من الوقوع في أي؟ هلأ من الأساس مفروض أنه وسيط التأمين يقدم المشورة للعميل. في عملاء بيفتكروا انه هن بحاجه لمنتوج معين، لكن بالحقيقه يكون انه متطلباتهم تتطلب شيء اخر. يعني على سبيل المثال شركه تصنيع الادويه، المنتجات التامينيه المخصصه لهالنوع من المؤمن له تختلف على سبيل المثال من شخص يريد انه يامن سياره. تامين السياره شبه نموذجي، اما تامين منشات صناعيه أو مؤسسات متطلباتها تختلف. فمن المفروض أنه العميل أخطاء العميل تدرس من قبل الوسيط، ومن ثم يتم تشخيص المنتوج التأميني المطلوب لهل المؤمن له بشكل مخصص ومدروس. إذن يترتب على هذه العلاقة أن تكون واضحة من البداية ما هي جدوى اللجوء إلى وسيط تأمين، دعنا نكون واضحين أكثر في تحديدها. بكل سهولة الوسيط هو يلعب الدور المحايد لإعطاء المشورة السليمة في المكان السليم وبأفضل
بأفضل الشروط والأسعار لصالح العميل، وهو طرف محايد ومستقل. هو من المفروض على الوسيط أنه يكون خاضع ل أو يكون يعمل لصالح العميل وليس لصالح شركة التأمين. نعم، وأشكرك في نهاية اللقاء. اللقاء يحتاج إلى المزيد من الاستفاضة في ربما في حلقات أخرى من برنامج تأمين، لكن أشكرك اليوم السيد جورج قبان، وأنت رئيس التنفيذي لشركة يو آي بي لوساطة التأمين في مركز دبي المالي العالمي. شكرا لك رولا. لماذا ومتى تلجأ إلى وسيط التأمين؟ نختم مع هذه النصائح. وسيط التأمين مستشار حر يساعد الأفراد والشركات على انتقاء الخدمات التأمينية الأنسب لهم، ويهتم بالاحتياجات التأمينية للزبون وينصحه بالخيارات المتوافرة. يقدم الوسيط الخدمة التأمينية المناسبة قبل وبعد إصدار وثيقة التأمين، وعليه أن يرشد العميل إلى التغطية التي تلائم احتياجاته وإمكاناته المادية. ينصح خبراء التأمين بالتعاون مع وسيط بدل شركة التأمين مباشرة، حتى للبوالص الإلزامية ذات الشروط الموحدة لمساعدتهم في الاستشارة وتحصيل الحقوق في حال وقوع الخطر. إذا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج تأمين. يمكنكم مشاهدة الحلقة على موقعنا www.cnbcarabia.com. شكرا لكم وإلى اللقاء.